فقرة ويلنس لليوم رح تكون مع نسرين مرعي. أهلا وسهلا فيك نسرين، حضرتك أخصائية تربوية ومدربة على الحياة، واليوم رح يكون عنوان الحلقة كلمة ترند كتير بنستعملها، بنعرف معناتها أوقات، لا أوقات نتهم فيها، أوقات بنتهم غيرنا فيها، وهي being out of the box. صح؟ صح، انت اوت اوف ذا بوكس. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. مثل ما قلت، مصطلح يمكن كثير بنسمعه، ولكن كثير من الاحيان في مشكله كيف نحن نطبقه. اليوم وقت لما نقول مصطلح، خلينا نقول التفكير خارج الصندوق، اليوم في كثير مشاكل نحن بحاجه انه وقت لما نقول تفكير خارج الصندوق نكون بعاد عنه، وكمان نشعر كأنه ما في صندوق لحتى نكون نحن حقيقة عم نقدر نحل المشاكل بطريقة تكون إيجابية، عم نحل المشاكل بطريقة تكون صحيحة، عم نكون مش طرف فيها. هيدي كتير مهمة. ليش نحن بنطلع لبرا لنشوف الموضوع بشكل عام من برا، لحتى نكون عم نحدد كيف نقدر نحل هيدي المشاكل، وبلاس كيف نقدر نطور أو نبتكر ويعني ونصمم ونخترع ونعمل اي شيء بيكون بيساهم لحتى يكون عم بيريحنا. يعني لولا التفكير خارج الصندوق ما كان عندنا يمكن في كهرباء، ما كان عندنا في كثير امور بحياتنا اليوميه. عم نحكي عن اختراعات، يعني اللي فكر غرد خارج طبعا السن. هيدي نحن عم نحكي يعني الاشخاص يلي فعلا وصلوا لمرحله كثير فكروا بطريقه. نحن كأشخاص وأفراد بقلب يمكن بيوتنا، بقلب المدارس، بقلب المؤسسات، مهم جدا كمان إنه نفكر. ليه؟ لأنه نحن كل واحد as individual كشخص كإنسان بحاجة إنه يطلع شوي أحيانا من الكومفورت زون، أو خلينا نقول منطقة الراحة تاعيته، بكتير أمور بحياته بمشاكله يطلع بكذا منظار. يعني اليوم أنت ما فيك بس تفوكسي على المشكلة من جوا وتضلك دايما بركزي على الحلول من الداخل، بدل ما أنه تكوني عم بتفتشي أحيانا تطلعي لبرا شوي. صح. وتشوفي الأمور بطريقة مختلفة. حلو. So what if هيدي دايما كتير بنستخدمها إذا الإنسان عم بيكون عم بيفكر خارج الصندوق. يعني دايما وقتها تكون النظرة ميكرو، يعني قريب كتير من الأشياء ما منلاقي الحلول، وقتها بتصير ماكرو بنبعد، حتى وقت بتطلع برات هالكوكب بتطلع بتلاقي الكرة الأرضية صغيرة. وأحيانا بتعرفي شو بتقولي؟ إنه مثلا إذا عم نحكي على بعض المشاكل، أوكي مش محرزة بتصيري إذا طلعتي من برا كنت عم تطلعي فيها، عم بتشوفي أبعادها، بتحسي حالك بلشت تفكري بطريقة مختلفة بالحياة. صح. بطلتي محدودة التفكير. سو اليوم كتير حلو إنه نعرف كمان المشاهدين عن هالمصطلح كيف اجى thinking out of the box. لانه حضرتك بتتبع دائما الابحاث والامور يلي كمان out of the box بطريقه تحليلك للمواضيع. في سلايدز بنمرق عليهم نسرين انا وياك. رح بلش معك باول سلايد. هو النقاط. هيدا اول شيء رح اقول شغله، هيدي اليوم وقت لما اجى هيدا المصطلح كان بالسبعينات عبر شركه فاست كومباني. حبوا يعملوا مثل لغز ويشوفوا مين الاشخاص، وحطوا اكيد مثل ما شايفين هول النقاط. لابد انه واحد يعملهم لهيدول النقاط عباره عن 4 لاينز مستقيمين، ويكونوا هول اللاينز القلم ما يطلع، يعني ما تشيليه للقلم انت وعم تعملي. عرفتي؟ مثل بنرسم هيدا البيت. بس بدك تستخدمي 4 لاينز، يعني 4 خطوط تكون مستقيمه. اوكي. سو كثير وقت لما تطلع هيك بتلاقي الامور كثير صعبه. انا ملاحظه انه حاطه كمان بوكس فوقه لهيدا البوكس. اذا انت بس فكرتي من جواته لهيدا البوكس، رح تلاقي كثير صعبه انك تعملي 4 خطوط وتكوني كل الدوتس، انتبهي كل الدوتس انكلودينج، مش انه مثلا مش سكوير، مش بالمية او هي مش رح يكون انه هيك. سو اذا واحد بده يفكر فيها بحس انه شوي في صعوبه بدايه. هلا طبعا كل واحد حسب هيك، بس اذا عم نعطيها بازل للولاد انه او لاي شخص ببلش بفكر دائما انه يعمل مثل ما قلت، بس اليوم في انكلودينج انه كل النقاط تكون موجوده. أوكي. بهول البازل. سو وقت لما عرضوا على هيدا الشيء
طبعا في بعض الناس قدرت تحلها، ولكن وقت لما طلعت شوي لبرا رح نشوف الصوره الثانيه كيف نحله عشان الوقت. اعطوني اياها لان انا حرقصت. عشان الوقت رح نشوف الصوره الثانيه. مثل ما لاحظت بلشوا برقم واحد، نزلوا هيك في طريقه لحتى عملوها، صار في كذا بوسيبيليتي انعملت لحتى قدروا يعملوها بطريقه تكون مظبوطه مثل ما هو في كان الرولز المحطوطه. اوكي. سو ليش الواحد دائما بقلب العمل، بقلب وين ما كان بحياتنا، هلا بتلاقي في اشخاص بفكروا بطريقه يبتكروا اشياء، يعملوا اشياء جديده بالحياه، لانه نحن كناس بحاجه لانه نشوف بدل ما نكسر، يعني نكسر هيدا الروتين يلي بيكون يومي، يعني حتى اليوم نحن بالتي في بتلاقي عندهم هيدا الشيء، بالدعايات احيانا بفكروا بطريقه بيقولوا اوت اوف ذا بوكس، لانه نحن بدنا شيء يكون جديد الناس. صح. وقت لما توصل لها بدل ما انه تكون مثلا دعايات ممله بطريقه معينه، شمور نمطيه يوميه، فبتلاقي بعض الافلام بتنجح بطريقه، بعض الدعايات بتنجح بطريقه، بعض البلوجرز بينجحوا بطريقه، بعض المذيعات والصحفيين، بس كله 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 مش مرغوب. نسرين يعني بتحسي انه شوي هلا جاي يتفلسف علينا عامل اختراع جديد؟ صحيح. ليه منه مقبول؟ صحيح. لقلك شغله، هو مش منه مقبول، هو في ناس تتقبل. اليوم انت المجتمع مختلف ومتنوع، في ناس بتتقبل هالتغيير بطريقه ايجابيه، وفي ناس بترفض لانه بعض منهم بيكون عقليتهم محدوده بيرفضوا هيدا الامور. يعني من زمان كنت تيجي تقولي له لشخص، عم بحكي على كومبانيز، تيجي تقولي لهم انه لا نحن بدنا ندخل، او حاحكي اكثر بالادوكيشن، بدنا ندخل الانترنت بالبدايات لحتى نسهل على الاولاد انه مثلا بدل ما يكتبوا كثير، لنفترض يعني خلي ما احكي على الكتابه، بهمنا انه ايوه يحملوا تابلت. وقت لما اجت كورونا اضطروا يعملوا، قد ايه كان في ناس ما عندهم النولج المعرفة بأنه يكون يستخدموا الكمبيوتر، لأنه كانوا رافضين هيدي الفكرة. يعني الانفتاح وكسر النمطية كتير أوقات بتفيدنا. كتير كتير الأشخاص، إذا نحن بدنا عن جد نكسر، مش انه هيك اليوم انت اليوم هيدا الشخص يلي فكر ليساعدك غالبا، يعني مش اكيد كل التفكير بيكون سليم، بس عم نحكي عن غالب الامور يلي نحن كاشخاص نحن بهمنا نحن نفكر اول شيء نحن كيف نطلع من نمطنا. يعني نحن هدف اليوم الحلقه مش انه عم نقول اوكي كيف غيرنا وصل لابتكارات يوان انا وين طلع على الفضاء، ما هي انت اليوم لولا انه انت في اشخاص قدرت توصل وانت مثلك مثلهم، معناتها انت بتقدري، بس اكيد بدك تشتغلي على حالك. صحيح. ما في انسان طلع على الفضاء بدون ما يكون اشتغل على حاله. هيدا الحلم يلي كان عنده عمله هدف. نعم. حوله لهدف وطلع منه. الحكي اللي عم تحكيه نسرين بيلخص هالسلايد. هالسلايد كثير مهم، لانه كيف نفكر خارج الصندوق. اليوم انت إذا عن جد كمان بحياتك حابة، حتى ببيتك حابة تعملي شيء هيك شيء جديد، اسألي أولادك. بتعرفي أحيانا كثير الأولاد لأنهم بيحكوا بانطلاق بدون ما كثير يفكروا إذا قالوا هالكلمة شو ممكن هيك، بتلاقيهم بيعطوك أفكار كثير حلوة ما بتتوقعيها، وبالتالي أنت بتقدر تستفيدي منها. أي شخص بده يفكر خارج الصندوق بده يكون كمان عم بيتأيد بأنه انت كشخص بدك تسأل، يعني بده يكون عندك الحشريه، يعني ما تستحي، لانه الانسان كيف بيقدر يعرف حاجه الاخرين، او انه بده مثلا يعمل دعايه، او بده يعمل شيء، بده يعمل بوست لمستوري، يعمل استفتاء على الاقل، يسأل لحاله، بده يعرف اشخاص، وحتى كمان يخرج من الدومين تاعه، من المجال تاعه، لانه انت اليوم بهمك كثير شوي تطلعي من المجال تاعك لحتى تكوني عم تعرفي اراء الاخرين. يعني انت بالنهايه بدك تكوني مش بس انت مفكره حالك انت الصح وغيرك لا منهم مزبوطين، لا حلو انك تشوفي تتنوعي بطريقه افكارك. نعم. بطريقه نظراتك للامور بطريقه مختلفه، يعني اذا انت ما بتحبي الطبخ مثلا ما بيأثر فيك شوي تعملي هيك تطلعي شوي، لانه هيدا الشيء كثير بيساعد. اليوم كثير حلو انه الواحد يعمل هيك هيدا الشيء، الايدياز كيف تجي عاده الافكار، انه انت تجي تكتبي هيدا الافكار، اي شيء فكره بتجيك اكتبيها، الوقت لما تكتبيها كانك تصيدتيها، وقت لما تتصيديها انت بتكوني عم تقدري بعدين تصيري تعملي الفكره الاهم
من الافكار اللي مالنا كثير مهمه لحتى تطلعي باشياء كثير حلوه بعدين. وبعدين اي هدف بالحياه لابد انه نكون عم نقسمه، فاذا انت قسمت هيدا الهدف الصغير واعطيته وقت بتكون انت عم تقدر تنجزه وتعمل تراك. يعني كثير مهم انك تحاسب حالك او تخلي شخص ثاني يكون عم بيراقبك، لانه هيك بتكون انت اكثر عم بتهتم بالموضوع. اللي عنده هدف وبده يوصل وبده عن جد يعني خليني اقول عم بي مثل ما بيقولوا هلا الزمن سريع والتكنولوجيا كثير سريعه، عندك شيء براسك فكر انه في كثير غيرك عندهم اياها يمكن صح. نفس الشيء وعم بيطوروها او انه يمكن خلصوها صح. فاليوم من هيك كثير مهم انه اي فكره عندك اياها تأيدها وديركت يكون عندك هي مطلقه. اي فكره بتفتكري حالك انت الوحيده بتبلش تعملي ريسيرش بتلاقي اوريدي الايتم موجود. صحيح صحيح. من هيك انا عم بحكي بهيدا الموضوع انه انت بتفكر حالك احيانا انه انت بس اللي هيك بتطلع مثل ما قلتي شويه ريسيرش بتلاقي لا في، بس اكيد كل انسان عنده طريقته. يعني انت بتلاحظي احيانا بتقري شغله بتلاقيها ببوست معين، بوست ثاني بتلفت لك نظرك لانه هيداك قدر يعملها بطريقه مبتكره، يمكن ثالث طلع مثلها بطريقه معينه. كل انسان عنده يونيك بيكون بطريقته بطريقه يعني بفهم منك نسير النمطيه ما بتولد افكار جديده، ما بتولد تطور معين ذهني فكري شخصي عملي. يعني لازم النمطيه والروتين والهالكلمات بتساعد الانسان انه يعمل نظام بحياته. أوكي. بس للافكار ولحتى تطلع هيك اكثر تتدوري مثل ما بيقولوا لابد انه تكسري هيدا الروتين بهيدي الامور. شو اللي بخوفنا نكسر ونطلع اوت اوف ذا بوكس؟ الفشل احيانا، الفشل تجارب عديده بتكون ساقبت بحياته بفكر انه هو ما حتزبط معه. الليميتيشن خليني اقول المحدوديه بالتفكير. ايوه المحدوديه بالتفكير. احيانا الخارج هي شو بدهم يقولوا الناس عني اذا أوكي. عملت هيدي الشغله. انا بعرف شخص يمكن ما قادر يطلع، عنده كثير عنده علم عنده معرفه بس بخاف الناس اذا طلع يعطي شيء شو يقولوا عنه. سو كمان هيدي الامور المجتمع كمان احيانا بخليك يمنعك انك تطلعي. سو اكيد المجتمع مش دغري رح يتقبلك اذا كنت اوت اوف ذا بوكس لانه بكون معود على سيستم معين نمطي. كيف بتخليه يكسب ثقه ويرجع يلحق من طريقتك؟ انت لاحظي في كثير ناس طلعوا برات العادات المالوفه وقدروا يحققوا نجاحات كثير، وفي ناس بتنتقدهم بس عملت لهم فولو لانه بحبوا يتابعوهم. بس هن نجحوا، هن عملوا شيء مميز ومختلف قدروا يوصلوا. طبعا اليوم نحن عم نحكي بحدود، يعني انت اليوم مش عم نقول تطلع بطرق شيء منه مقبول اصلا بشكل عام عم نحكي، لا عم نطلع بافكار جديده بتنوع جديد صح. ضمن الحدود ضمن التربيه ضمن الاخلاقيات استدامه واستمراريه صحيح. يعني ضمن الفاليوز يلي صحيح. اخلاقياتنا هيدا نحن هيدا اللي عم نحكي عنه، لانه بالنهايه انت اليوم بدك تعمل شيء يعمل هيك بوم يغير سو هيدي الفكره لحتى تعمل هيدا البوم اكيد انت بحاجه لحتى تكون عم عندك خصائص ايه؟ اذا هيدا البوست الرابع هيدا اخر بوست الخصائص عندك الاشخاص ضروري التفكير بدي بلش باول شيء البرين ستورمينج يلي هو نحن بنقول له العصف الذهني أوكي. يلي كثير مهم. انت بتعرفي في ناس عاملين غرفه بس بفوتوا بحطوا افكار 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 لانه الافكار هي يلي بتولد خليني اقول الابتكارات. سو بالتالي انت اليوم شو ما عندك اشياء كون سريع فوت على مكان ما تقول لحدا بس نسرين اهم شيء هالغرفه تدخل الكل ما هي ايه. بالبدايه طبعا بس تذكر انه الوقت كثير مهم. مش انا اليوم حط ايديا وبعد يومين ايديا ونام عليها بعد سنه وايه غيري اعملها ما انا كنت مفكره فيها. مين قال لك في غيرك هيدي بسمع. ايه ليه ما عملتها بوقتها سو انت ما انت لانك تاخرت لانك انت ظروف الحياه يمكن لهتك. بس انت اذا عندك شيء براسك وحابب تعمله تذكر انه عامل الوقت ما بينطر. يعني الحياه سريعه وانت مطلوب تكون سريع لتوصل للماكسيموم. اوكي لكن برين ستورمينج نكتب افكارنا صح. نبلور افكارنا صحيح. وعندك كسر الروتين الممل اللي كنا عم نحكي عنه هيدي من خصائص الاشخاص المتميز. عندك الشخص اللي عنده كيوريوزيتي الحشريه انه بيطرح الاسئله ماذا لو وات اف
واي ليش، عرفتي وقت لما يكون عم يسأل هيدي الأسئلة ليقدر يوصل أكثر للناس لعقولهم، ساعتها كمان عم بيكون أكثر عم بيطرح أفكار أو أمور معينة بتساعد الأشخاص. أعطيك إكزامبل صغير، نحن بالبيت وقت لما إذا بتتذكري في أمور مثلا عم نطوي أغراضنا، ياما أحيانا بنكون بالجوارير أو كلهم فوق بعض مش عم نقدر عم بيساع. وقت لاحظت انه على الايام في ناس بلشوا يفكروا بطريقه لحتى ساعدونا حتى كيف نقدر نحط اغراضنا ونرتب اكثر، صار في شيء اشياء خاصه بس للترتيب لحتى تساعدك انه هيدا الشيء بيسهل الوقت وهول الامور. طب هول الاشخاص كمان وقت لما عملوا هيدي الافكار ساعدتنا كاشخاص باشياء بسيطه، عم نحكي منها الابتكارات اللي يمكن كثير بس ربحتنا بس وقت. اكيد هيدي هي ربحتك وقت، هيدي الكلمه اللي كثير حلوه، ونظمت لنا ونظمت لك واعطيتك اكثر يعني امور بتريح لتقدري انت تفكري باشياء ثانيه. على كل حال نسرين عم بتقولي الكونسلتنت بيشتغلها هيدي، يعني بتروحي عند حدا عم يشتغل كونسلتنسي بتقولي له انا عندي فكره برودكت معين بيعطيك هاو النقاط. صح. نفس اللي انت عم بتقولي لحتى يساعد الشخص انه يوصل للي بده اياه ولحتى ما يترك يهدر الوقت بطريقه منه مزبوطه واخرتها غيره رح يكون عم بيسبقه وهو بعده عم بيكون بالاحلام او واقف على الاطلال. اوكي راعدي لي اياهم، لكن اول شيء برين ستورمينج، بلوره الافكار، ثاني تكسر الروتين كسر الممل الروتين. عندك الشغله كمان انه النظر للامور بطريقه مختلفه، يعني خلينا نقول من بعيد من كذا زاويه لانه هيدا الشيء بيساعد الشخص. أوكي. طرح الاسئله لانه هيدا الشيء بيساعد الانسان الكيوريوزيتي هيدي الحشريه اللي هي الحشريه الصحيحه. وعندك شغله ثانيه، الناس اللي عادة كتير بيفكروا خارج الصندوق دايما بيقولوا بنفسهم انه انا خليني فكر، خليني اكون شوي بعيد، خليني اسأل الناس اول شيء يلي هن بنفس الدومين، لانه هيدا بتساعد كتير كمان انه يكتشف اشياء جديدة كيف هن عم يشتغلوا لحتى يكون هو عم يعمل شيء منافس غير. بالنهاية انت بسوق عم بتنافسي، انت بسوق في بقلبه كثير اشخاص وبدك تكوني دائما مميزه بافكارك بطرحك للمواضيع لحتى تجذبي اكثر اشخاص. صح. بحاجه وتكوني عم بتسهلي حياتهم لانه الناس ما حتتابعك خلينا نقول او ما حتكون معك الا لانه في عندك شيء مميز عم بتحطيه وعم بتساعدي غيرك فيه. التزام الصمت قد ايه مهم بهالحاله، لانه اوقات نحن من فرحتنا لفكرتنا اللي طلعت من بداية التنفيذ منصير نخبر يمين وشمال، وإذا بتلاقيها حدا عملها اكزكيوشن وطلعت فكرتك، طلع برنامج، طلع البرودكت، حدا لبس نفس التياب خليني أقول، أو صح. يعني نسب ستيل معين لحاله. قديش الصمت وننام على المشروع يلي نحن عملناه وما نحكي عنه إلا من بعد ما نكون خلصنا الديلز واطلقناه؟ بتعرفي هيدا شيء أساسي للنجاح، إذا أنت أشخص عم تسعى للنجاح أول شيء فرجيهم أعمالك، ما تحكي وتقول أنا بدي أعمل أنا بدي ساوي، مثل يعني اللي قلتيه كتير هو بيسك بهيدي الأمور. إذا بدك خليني أقول تستشير أشخاص، روح عند أشخاص بالفعل موثوقين بيقدروا يساعدوك. نقي الاشخاص يلي بدك تحكي معهم بهيدا الموضوع، لانه بالنهايه انت كشخص اكيد بحاجه لاحيانا لافكار، خليني اقول مسانده او لخطه معينه لحتى تبلش هالبرودوي او هالامور اللي انت حابب تعملها، انت بحاجه لناس تكون حولك، بس اليوم كثير مهم تعرف مين هن الاشخاص يلي ممكن يساعدوك لحتى تبلور هيدي الفكره، مش ياخذوها منك ويروحوا هن يعملوها. صح. واخرتها انت ساعتها بتقول يعني حتكون اكيد هيدا الشيء منه لصالحك، فكتير مهم الصمت والصمت هون شيء اساسي لحتى توصل لنجاحك. ونحن ما بنقول بس الصمت بهيدي الامور، في امور كذا شغله بنقولها للاشخاص انه ما تحكوا عنا، ما تحكوا عن مالكم، ما تحكوا عن نجاحاتكم، ما تحكوا عن خيباتكم، لانه بتعرفي خيبات في ناس كثير ناطره هيدا الشيء ليشمتوا فيك، ما تحكوا كمان عن الامور اللي بتخص عائلتكم،
لأنه كمان في ناس بياخدوها لحتى كمان يستفيدوا منها. فاليوم قد ما فينا نكون كتومين على الأمور يلي بتساعدنا أنه ننطلق بيكون أفضل. ما كل شيء أصلاً بينعلن، ما صحيح. كل شيء أصلاً بنروح بنحكي. حتى اليوم بالسوشيال ميديا في كتير أمور استغلت هيدا الشيء لفاتت بمواضيع يمكن هلأ عم نحكي شوي بعيد عن الموضوع، بس استغلتهم لحتى كان في أمور منا مزبوطة، إن كان من ناحية التحرش، إن كان استفادة من أمور، يعني نكون خارج الصندوق مش نكون نشرين أخبارنا وين ما كان. خلينا هيك نختمها. هيدا البيسك اليوم أنت حابب تحل، خليني أقول تعمل شيء معين بحياتك، تحل مشكله، خليك بعيد، خليك عم بتفكر خارج الصندوق. حتى اليوم نحن بالمدارس دائما بحب كمان لانه بعرف في كثير فئات عم تكون عم بتشاهدنا اليوم. حتى بالمدارس وقت لما نحن بنساعد الاولاد، لانه اساسا هيدي المواضيع كمان كثير مهم نكون بالمدرسه عم نشتغل طبعا عليها على الطلاب. لانه اليوم وقت لما اكون انا عم بقرا ستوري معينه وقف بالنص وبلش الاولاد يفكروا بطريقه مختلفه، قد ايه بكون عم ساعدهم صحيح. لهالاولاد لحتى يبلشوا مش يفكروا بنمط محدود، انما لا بافكار جديده. وقديش في معلمات بينبهروا بالولاد كيف بيطلعوا بافكار ما بيكون اصلا خاطره على بالهم. وعن جد كثير بنشوف بالمدارس في افكار، بس للاسف وقت لما هول الاولاد ما في حدا عم يهتم فيهم وما عم بيساعدهم انهم حقيقة هالأفكار بتكون براسهم أنهم يستفيدوا منهم، ما عم يطلعوا من هيك، ما عم نشوف اكتشافات منيحة ومهمة. صحيح. مع أنه عن جد في كتير ولاد عندهم كتير أشياء مميزة، بس للأسف لأنه نحن بس فاكرين أنه المدرسة هي فقط للدراسة ولتدرس وعمال وساوي وهيدي هي، إنما أنت مطلوب تكون عم بتخرج من المدارس عقول منفتحة عم تقدر تطور وما تكون بس محدودة. 100%. شكرا لك نسرين مرعي لهاللقاء اللي كمان كان بعيد عن النمطية. فاصل بسيط مشاهدينا ومنتابع.